تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه ياخدوا حصه؟ يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ابن الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد انت يا بت، اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت هذا بشعر معفن انت؟ تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اخي، انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحة، انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشعت منك هذا اللي هيتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا دي أنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير، وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا، أمي كانت حامل في الشهر الرابع، فهو مش عايز ألعق يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فأمي تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعده اسكت بقول لك. ما هو بعد كده بقول لك اسكت. أني مالي؟ أني مالي يا رزق؟ أنا ما أحب أندهك أقول لك إيه؟ يا جلال. يا جلال؟ يا جلال. شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. أنفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تعقدني. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، أن اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام دي مش ليك انت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين أنا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي؟ اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ Take it easy, she had boyfriend problems so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءة. تفي يا بت اللي بقى غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف، ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب. مش معايا. لا في كتاب، هات يا بت الكتاب ده. ايه بس انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي، ولا عايز ان انا اتحبس
اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي صفر، يلا غور في داهيه. تعال النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عملت حد في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص عايز اجنب ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول، وانا بسرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسويح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياتي النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسويح، البنت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه؟ في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخلية. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخلية على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي انا. عظيم بيمين ابدا، لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخلية يا عم طه؟ لا 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 لا، ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخلية. الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حمودي. في ايه؟ وانا اللي كنت محبكي، هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك، مع سعادتك. اكيد يا فندم، هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم، مع سعادتك يا فندم، مع الوزير. يا باشا ازاي معاليك، الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا، هو ولا حد بالمدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله رفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير، وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقرة، وابوه قاعد مش لازمة يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. هات ايه؟ هات يا اخويا وريني. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ دي صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحة. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحة. انت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحة؟ لا فضيحة. ادي قلتها، يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحة في الفصل. آه. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة، ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت مالك؟ معاك صورة ولا انا بجد؟ يا اخي معاك صورة، انت معاك صورة. اهزي بقى، اهزي بقى، اهزي. اخرس يا علي، تعال هنا، انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت فين الصورة اللي معاك؟ وريني وريني. انا هاكم واصغر حتى، ما هي بقى ايه؟ شوف دي عامله ازاي؟ يا نهاركم اسود، هي هي الولية بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. الله 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 الله، هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، ملكش دعوه بيهم. ايه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن الامراء. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار، حتى انت، حتى انت، ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ انت عليك التسبيح. اترمي هنا، اترمي وزيري تحت الملايه، ده انت نهار ابوك اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم، الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟
لا الدين هنا اختياري مش اجباري. اتاري العيال طالعه قليله الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. استاذ فريد انا سميحه بتقول رمضان، هي تقصدني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسال حضرتك اذا كنت تحب تشارك في حفله الهالوين بتاعت السنه دي. حفله الهالايه؟ الهالوين بتاعت السنه دي. وايه الهالوين دي؟ ده حفله بتتعمل كل سنه في امريكا. واحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الامريكان بيصوموا وقفه عرفه ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي امريكا حاشره نفسها في كل حاجه كده، حاجه عجيبه قوي. استاذ رمضان موجود؟ ايوه يا ست، انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. ودي الاستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزه حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. انا تحت امرك. كلمتين على ايه؟ على انفراد لو سمحت. اظن الجمله واضحه، على انفراد يا استاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد، يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام، ده بان عليه يطلع صدخ. اتفضلي اتفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني واغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها ميرسي. العفو. في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه، واخر حاجه عملها مد ايده وسرق. سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. يا نهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. سلام عليكم. عليكم السلام استاذ رمضان. ايوه فندم. انا بقى مامي شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح؟ وابوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم، انت جايه لي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحة لازم تفطر، مش معقول قهوة على غير الريش. لا لا لا، سكت 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 سكت، ما تحرجنيش. يلا مالك؟ والله ميه ميه ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اجري قاعد بتاعت شوط ميه. ميه ليه كل للباشا؟ اقعد اسأل واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات ميه. ألف هنيه. أنت بصراحة مش عاجبني يا باشا. وبعدين أنا عارف إيه اللي مزعلك. إيه بقى يا أبو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا نيب يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا، احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا العقد. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين اتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك.